أشواك. أشواك الكتاب القديم الجديد الحديث دوما، 40 فكرة ناجعة وناجحة للخلاص من القلق. أحبتي، دعونا ندخل عالم هذا الكتاب بإهدائه إلى روح شاعر صاحب قصة معبرة للغاية. عندما رأى عينيها في مطار السفر، للعلاج العصبي وهي غريبة الثقافة، قال أشهر وأهم بيت شعر في الغزل في العصر الحديث: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار، والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. بكت صاحبة العينين، عندما ترجم لها ما قاله في عينيها. يبدو لي من دراسة سيرة هذا الشاعر أنه كان ضحية من ضحايا القلق المغلف باليأس الذي يراه في هذا العالم. إنه الشاعر السوداني إدريس محمد جماع، الذي مات باكرا وأعصابه تالفة. دليلي في ذلك ما قاله في أبيات تعتبر أشهر أبياته في البؤس والقنوط على الإطلاق وربما في كل العصور: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. أشواك رؤية لعلة منتشرة بالغة الصعوبة والتعقيد. أشواك 40 حوارا من أجل حياة سعيدة. كلنا يرغب في جني الورد، ولكن من يستطيع أن يجنيه بسهولة، وخاصة إذا كان مزروعا في الأعماق وفي الأنفاق وبين الأشواك. يوصلنا هذا الكتاب الآسر، القديم الجديد وكتاب المستقبل، بهدوء وصبر وبحكايات من حياتنا إلى رؤية جديدة للحياة، نتلمس فيها طريق السعادة والنجاح، ونتخلص بواسطتها من شيطان القلق الذي من فك يزرع الشوك في الصدور. لن تجد كتابا يستخدم أدوات سهلة في قضية في غاية الأهمية مثل هذا الكتاب. أبسط الأدوات وأقربها لنفسي ومنطق الإنسان، أي إنسان، هي التي يستخدمها هذا الكتاب في معالجة أهم قضية مؤرقة حياتية يعاني منها البشر، وخاصة في منطقتنا العربية. نقدم في القسم الأول تجربة عمر حقيقية مر بها المؤلف. نقدم في القسم الثاني وقائع نعيشها، ونلخص كل الأفكار التي أنجزتها البشرية في مؤلفاتها حول هذا الموضوع في 22 فكرة قابلة للتطبيق. فكرة قابلة للتطبيق الفعلي. أضفنا في الفصل الثالث ما لم يتجرأ عليه إلا القليلون: بعض سبل اقتحام العقل الباطن الذي هو بالنتيجة
المسير لكل تصرفاتنا ومشاعرنا والجيد والسيء فينا، بحيث نستطيع الدخول في مكنوناته ونؤثر فيها، وبالتالي يكون تحقيقنا أكثر ضمانة للأهداف التي رمينا إليها من وراء هذا الكتاب. أشواك 40 فكرة ناجحة وناجعة للخلاص من القلق.